هو الافراح يا جماعه حرام ولا حلال؟ ها حلال طبعا، ايه المشكله ما نفرح، ايه المشكله؟ تمام، بس طريقه الفرح ذات نفسها هي اللي احنا بقى بنتكلم بيها. لما انت تقعد لي الولاد والبنات مع بعض في الفرح في نفس المكان، وطبعا الولاد هيكونوا لابسين ومتشيكين، ما عنديش مشكله خالص فيها، دي يتشيكوا براحتهم تمام، انما البنات هيبقوا لابسين ايه؟ ها هيبقى في قسم اللي هو مش محجبات، ده بيلبس اللي هو عايزه، وفي قسم تاني اللي هو المحجبات، وده بيلبس الايه؟ الفستان السواريه بتاع المحجبات اللي هو عباره عن ايه يا فندم؟ معلش استنى، معلش اصل انا ايه لسه جاي جديد، يعني انا جاي جديد مريخ ولسه حاجز اول يوم. تمام، ايه ايه الفستان المحجبات ده؟ ده فستان ضيق جدا بيصف الجسم. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، شفاف من بعض المواضع زي الدراعات مثلا او هنا، وبيكون في بس ما تقلقش، يعني هو شفاف بس بيكون في مثلا تطريز او حاجه زي كده، فمش هيكون يشف تماما. تمام ممتاز، وفي قصه صغيره كده يكون بس. تمام ممتاز، والبنت بتروح تقف طبعا بترقص ولا يعني ولا رقص محجبات برضو؟ يعني ده فستان المحجبات مع رقص المحجبات ولا ما يكونش؟ انا غلطان مش ده؟ معلش انا بتريق، انا وحش، مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل؟ واخوه اللي جنبه واقف جنب فستان المحجبات ده اسمه ايه؟ ميول محجبات. ما احنا هنتشل من شويه. طب ما يقول المحجبات ده عامل ازاي؟ انت بقى عمال الشيطان عمال يوسوس بقى في فستان المحجبات وميول محجبات ورأس المحجبات وما اعرفش مين المحجبات. تمام، ولما تيجي تتكلم مع الناس، والله العظيم ودي سمعناها، ومش مع الرجاله مع الستات، يعني الرجاله اقول مثلا بتوع مصلحتهم، تيجي تقول له مثلا عايزين نفصل الرجاله عن الستات يقول لك ايه؟ ايه الفرح الناشف ده؟ يعني بيقولها لك كده. تمام، انما لما تيجي ست كبيره يعني شمطاء هي اصلا يعني في اواخر العمر، نسال الله عز وجل لنا ولها حسن الخاتمه، اللهم امين، تيجي تقول لك ايه؟ ايه يا اخويا الفرح اللي من غير الاولاد وحدهم والبنات لوحدهم ده؟ وده يبقى فرح ولا هيصه؟ حاجه انت بتخلصي، حاجه انت في اخر ايامك، احتمال ده يكون اخر اسبوع اصلا، انت ليه مش فاهمه ان ده حرام؟ حرام الستات حرام العيله الواحده تقعد مع بعض، مش قصدي ان حرام العيله الواحده تقعد مع بعض، ما هي العيله مش هتقعد مع بعض، العيله ايه؟ هترقص مع بعض يا فندم، ده غير الموسيقى. يقول لك وده فرح ايه بقى؟ الفكره فين؟ ان هي ما بقاش عندها تصور، او الشخص ده اتفضل شيء، ما بقاش عندها تصور الطريقه اللي انا ممكن افرح بيها الا بوجود ذنب. يعني انت لو جيت قلت له مثلا تعالى هنعمل دلوقتي فرح مختلط، اسف فرح مش مختلط، ادي واحد، اتنين مفيش موسيقى ومفيش معازف، هو يقول لك ايه؟ ايه الرد؟ وده يبقى فرح؟ هو يبقى فرح، هو هيبقى فرح، ما هو ما دام الولد ده هيتجوز البنت اللي جوه دي يبقى ده اسمه ايه؟ فرح. تمام، واحنا هنبقى مبسوطين، مش لازم بقى نعصي ربنا، بس هو ما عندوش تصور تاني. ليه؟ وزين لهم الشيطان.